وزي ما قلنا ونوهنا قبل الفاصل ان المباراه مذاعه حصريا فقط على قناه النادي الاهلي وعلى قناه النادي الاهلي في اليوتيوب. يلا بينا نروح مع بعض لملعب المباراه، ملعب الجنرال سيني كوانشفي، ونشوف مراسلنا فاروق صلاح واخر الاخبار عنده، ونعرف ايه تاثير الملعب على اللعيبه وانطباعات الجهاز الفني عن الملعب. ازيك يا فاروق؟ طبعا برحب بحضرتك يا كابتن ايمن هنا في ملعب الجنرال سيني كونيتشي بالعاصمه نيامي، وبدايه مشوار فريق النادي الاهلي للبطوله العاشره بمشيئه الله، دوري ابطال افريقيا دور ال 32 ومباراه الذهاب امام فريق سونيديب. يعني انا عايز اخد راي حضرتك يا كابتن ايمن، ارض الملعب حلوه، شايف الملعب ازاي؟ والله انا شايف ان النهارده الملعب ده من أسوأ الملاعب اللي شفناها في حياتنا. يعني انا والنجوم كلهم اللي معايا النهارده بيقولوا ان ده من أسوأ الملاعب اللي احنا شفناها في افريقيا. كنت عايز اعرف منك كمان انطباعات اللعيبه عن الملعب. دايما يعني كان ليا حديث بالظبط يا كابتن ايمن، كان ليا حديث مع اللاعبين والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان عن الملعب. الجميع ابدى استياءه من ارض الملعب. يعني الملعب اللي احنا كنا بنتمرن عليه بالامس، الملعب المركز التقني التابع لاتحاد الكره بدوله النيجر، كان افضل بكتير جدا من هذا الملعب. طبعا ارضيه الملعب الكثير من اللاعبين قالت ان الكره اللي احنا بنلعبها دايما عمليه التحضير والتدرج بلجمه، ارض الملعب هتعوقنا في تنفيذ هذه الامور. لكن الكابتن سيد عبد الحفيظ قال لي الخبرات اللي بيتمتع بيها لاعبي النادي الاهلي وشخصيه لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله قادرين على التعامل مع هذا الملعب رغم صعوبه الملعب. وزي ما انت شايف يا كابتن ايمن، احنا في درجه حراره يعني بتتجاوز ال 37 درجه مئويه، درجه الحراره عاليه جدا ونسبه الرطوبه عاليه، لكن ان شاء الله خبرات لاعبتنا ان شاء الله تتعامل مع هذا اللقاء ونتجاوز عقبه اللقاء اليوم. طب انطباعات اللعيبه نفسها عن الملعب، هل حد اشتكى من ارضيه الملعب؟ بالفعل يا كابتن ايمن اللاعبين يعني بقى يعني كان ليا كلام مع بدر بنون وايمن اشرف. يعني انت عارف ان بدر بنون وايمن اشرف الاثنين اللي بيعملوا عمليه تحضير الهجمه وبناء الهجمه من الخط الدفاعي، فبالنسبه لهم عمليه التمرير والكره اللي هتلعب على الارض كان امر صعب جدا. يعني انت تلاحظ النادي الاهلي عامل تغيير في التشكيل في طريقه اللعب، ان النهارده بدر بنون هيلعب بجواره ياسر ابراهيم، وبالتالي النادي الاهلي يعني مش هيركز شويه في عمليه التحضير وبناء الهجمه من تحت. ايضا الجهاز الفني طبعا فضل ان هو يريح علي معلول نظرا يعني لصعوبه ارض الملعب وعمليه شكل الكوره والتدرج بالهجمه اللي انت بتلعبه اكيد هيعيق بعض اللاعبين، وبالتالي يعني نقدر نقول ان شاء الله اللعيبه الموجوده في ارض الملعب تتجاوز هذا الامر. طبعا الجهاز الفني فضل ان هو يريح خارج اللقاء علي معلول ومحمد شكري ومصطفى شوبير. طبعا انا عايز اطمنك ان علي معلول سليم ما فيهوش اي حاجه، ولكن هي رؤيه فنيه وهو فضل الجهاز الفني ان هو يريحه. برغم سوء حاله الملعب، ولكن احنا شايفين من التسخين لعيبه النادي الاهلي انهم عندهم التصميم والاراده للمكسب النهارده ان شاء الله من بدايه مباراه النيجر النهارده. يعني انا مش هزيد على كلام حضرتك، بالظبط يا كابتن ايمن انت لمست نقطه في غايه الاهميه. عايز اقول لك ان انا يعني انا لمست من اللاعبين منذ يعني وصولنا مطار القاهره، تشوف شكل اللاعبين واستعدادهم، ما تقولش ان ده فريق واخد بطوله افريقيا لسه من كام يوم، لا اللعيبه مركزه، اللعيبه عندها حاله انت عارف الشغف للعيبه النادي الاهلي. يعني انا كان في كلامي وحديثي مع اللاعبين لا اللعيبه خلاص نسيت صفحه البطوله الافريقيه، احنا بطل افريقيا ولكن ده في الماضي، احنا دلوقتي بنركز في بكره. اللعيبه عندها تركيز، اللعيبه عايزه تفرح الجماهير. بدر بنون يعني اللي كان ليه حديث مطول معاه قال لي انا قبل ما اجي النادي الاهلي او يعني اول ما بدات المفاوضات انا جاي وانا عارف ان انا جاي نادي كبير، جاي ان انا مع نادي لو هلعب 10 بطولات انا مطالب بال10 بطولات، فدي الشيء مهم جدا ده على للعيب جاي من بره النادي الاهلي، فما بالك باللعيبه اللي موجوده وعايشه جوه النادي الاهلي. شخصيات لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله يعني خلاص اللعيبه مركزه ان هي ان شاء الله نتجاوز هذا المباراه ونركز في مباراه الاياب، ومن ثم ان شاء الله نستكمل المشوار ونحرز البطوله العاشره بمشيئه الله باذن الله ان شاء الله. هل ملعب المباراه النهارده فاروق كان ليه اثر كبير في طريقه لعب النادي الاهلي؟
بالفعل انا عايز اقول لك يا كابتن ايمن، يعني لو النادي الاهلي ادى مران واحد على هذا الملعب، وكان اول امس نظرا لكان اقامه لقاء في الكونفدراليه بالامس كان بيجمع ما بين شبيبه القبائل الجزائري وبطل كاس دوله النيجر، ف يعني النادي الاهلي ما اتمرنش عليه بالامس، اتمرن مران واحد يعني اول مران لدى وصول فريق النادي الاهلي. اللعيبه نفسها طريقه اللعب للنادي الاهلي يعني بالتالي انت عارف ان النادي الاهلي كمان بيفتقد لمركز 10، بالتالي مستر بيتسو موسيماني يعني وبالتواصل مع مستر كيفن جونسون قرر انه يلعب بثلاث لاعبين في منتصف الملعب، حمدي فتحي واليو ديانج واكرم توفيق، وبعض التعليمات لاكرم توفيق ان هو يميل شويه على الجانب الايمن اللي فيه احمد رمضان بيكم. اكيد طريقه لعب النادي الاهلي مختلفه، يعني احنا اللي احنا شفناه في التدريب الاول لفريق النادي الاهلي على هذا الملعب كان طريقه لعب النادي الاهلي مش الطريقه المعتاده، يعني انت مش دايما بتلجا للكور الطويله، هيبقى في شغل شويه الكرات الطويله، الكرات العرضيه، استغلال يعني الكرات العرضيه واستغلال ايضا يعني عمليه الكرات الثابته، انما عمليه التحضير على في ارض الملعب وان انت تبني، انت حضرتك شايف معايا الارض الملعب عامله ازاي يا كابتن ايمن، عمليه تحضير الهجمه والتدرج بالهجمه هتبقى حاجه صعبه جدا، لكن اللعيبه ان شاء الله قادرين ان شاء الله على التعامل مع هذا اللقاء. في جمهور عندك في الملعب يا فاروق؟ احنا مش شايفين بصراحه. يعني اقدر اقول لك ان في بعض الافراد كابتن ايمن يعني انت بعض الجماهير الموجوده من افراد الجاليه المصريه والعربيه، طبعا الاتحاد الافريقي كان ما قرر ان هو عدم حضور الجماهير، جماهير النيجر كلها كانت بتمني النفس ان اللقاء يكون بحضور جماهيري، كانت الجماهير ملئت جنبات استاد الجنرال سيني كونيتشي، الاستاد اللي بيتسع على الاقل ل 35,000 متفرج، هيبقى متواجد معانا بعض افراد الجاليه المصريه والعربيه، يعني مش هتجاوز من 100 ل 150 فرد من جانب افراد الجاليه المصريه والعربيه المشجعين للنادي الاهلي وبعض الافراد المساندين لفريق سنوديب. شكرا يا فاروق، وان شاء الله نهني بعد المباراه باذن الله. زي ما شفنا طبعا ملعب المباراه يعني زي ما الكابتن عادل وكابتن علاء مهوب وكابتن اسامه عرابي وكابتن هاني العجيزي ان الملعب يعني ما يتحملش ان انت تلعب فيه كوره. الحمد لله على السلامه يا كابتن، جيت من نايجر. الحمد لله بسرعه. شفنا ارضيه الملعب بصراحه وانا راجع كانت رجلي هتغرز. كابتن اسامه متهيألي من اسوء الملاعب اللي احنا شفناها في حياتنا.